اهلا بيكم، انا محمد صلاح وانتم بتشوفوا قناه الاثنين. في يوم التقى الشيطان بسيدنا عمر ابن الخطاب امير المؤمنين، فقال له: يا عمر قم تعال معايا هوريك حاجه. فسيدنا عمر ابن الخطاب، ومن هو عمر ابن الخطاب؟ قال له: يلا بينا. فراح لحد باب المسجد وقال له: بص كده شوف في ايه جوه. فسيدنا عمر الخطاب بيقول: انا بصيت لقيت شخص واقف بيصلي. فقلت له: شخص واقف بيصلي يعني؟ فبيقول للشيطان، قال لي: طب ارجع وبص تاني، بس التركيز بقى يعني، ركز وانت بتبص. فبيقول: رجعت ابص تاني لقيت فعلا الشخص قائم يصلي، واحد واقف بيصلي، وفي واحد جنبه نايم مشدود من رجله يعني، مكبل مربوط. فبيقول: انا استغربت جدا، فيعني ايه اللي بيحصل ده وليه؟ فبقول سألته: هو في ايه؟ فبيقول بص لي الشيطان يعني، بص له قال لي: وحق لا إله وحق الله الذي نجاك مني ورفعك بأن جعلك من أمة محمد. لولا خوفي على النائم ده إن هو يصحى ويستيقظ ويشوف اللي فايته من فضل عظيم في هذا الوقت، لكنت لعبت باللي واقف يصلي ده زي الكلب لما يلعب بكيس الطحين الفاضي، رغم إن هو واقف يصلي، ورغم إن هو بيعبد ربنا، ورغم إن هو لوحده، ولكن كأنه مش موجود. يعني كأن الرسالة من الشيطان أو من سيدنا عمر لينا، إن أنت واقف بين إيدين ربنا وأنت مش موجود وأنت مش حاضر. عشان كده قيل: لا صلاة بدون حضور، حضور القلب مش حضور جسدك. ما كده كده هتكون موجود بجسدك أكيد لو أنت واقف تصلي، لكن حضور القلب. فسيدنا عمر عشان كده يقال إن اللي بيطفي نار الشيطان حبك لله وحضور قلبك في نفس الوقت. السلام عليكم.